الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله الإخوة والأخوات جميعا في برنامج لنا من اسمه نصيب، والاسم اليوم هو اسم الله الرحيم. قال سبحانه وتعالى مبلغا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. نبئهم أنني أنا الغفور وأنا الرحيم. الحقيقة لا يمكن للعقل البشري استيعاب فكرة رحمة الله، لأن الرحمة واسعة. قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، هؤلاء الملائكة الذين يحملون العرش، ويستغفرون للذين آمنوا، ومن خلال استغفارهم هناك دعاء يدعونه فيقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. اسم الله الرحيم إذا تجلى في قلوب عباده المؤمنين كانت هذه الرحمة منعكسة على كل تصرفات حياتهم، على كل طريقة تفكيرهم. هذه المرأة التي رآها نبي الله موسى وهي تخبز على التنور، وكلما وضعت رغيفا حملت ابنها فقبلته وضمته وشمته، فسأل نبي الله موسى الله تبارك وتعالى: ما هذه الرحمة التي وضعتها في قلب هذه الأم؟ قال له الله: هذه رحمتي وضعتها في قلب أمه وسأنزعها. فلما بكى هذا الطفل رمت هذه الأم ابنها في التنور. إذا نزعت رحمة الله من الأرض أصبحت هذه الأرض جحيما لا يطاق. فنحن نعيش برحمة الله، وعندما يكون لنا أثر من صلة رحمة الله في قلوبنا تتجلى الرحمة في أعمالنا. نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم يشرع في صلاته، يريد أن يطولها، فيسمع بكاء طفل ينادي أمه ببكائه، فيتجوز بصلاته رحمة بأم ذلك الطفل الذي يبكي. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد كنت هينا لينا. انعكاس هذه الرحمة، انعكاس هذا الاسم على نفوس البشر أنهم يرحمون خلق الله ويتراحمون. إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي. الراحمون يرحمهم الرحمن. الرحمة هي مهمة النبي عليه الصلاة والسلام الأولى، عندما قال له مخاطبا إياه في القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شهر رمضان هو شهر الرحمة، فلنتصل بقلوبنا بالرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا من عبادك المرحومين يا رب العالمين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تابعونا على صفحات التواصل الاجتماعي، شاركونا في آرائكم ومقترحاتكم. تقبل الله منا ومنكم. رمضانكم مبارك، والسلام عليكم ورحمة الله.